يمثل التوقيع على مذكرة التفاهم بين قناة الجزائر الدولية وقناة روسيا اليوم لحظة فارقة في مسار الشراكة المثمرة بين قناتنا، ولكن هذه المذكرة لا تشكل بداية التعاون بيننا، حيث سبق لنا العمل معا لضمان تغطية متميزة لزيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى فدرالة روسيا في شهر جوان، وكذا قمة روسيا إفريقيا في مدينة سان بيترسبورغ في جوية الفارط. تعكس هذه المذكرة عمق الصداقة والعلاقات الوثيقة التي تجمع بين شعبي وحكومتي الجزائر وروسيا. توقيع اليوم مع قناة ال 24 شغلة كتير مهمة بالنسبة لنا كمان. احنا منرحب بتعاون تقني مع القناة، بتعاون بكل المجالات. نعلن اليوم بالليل عن انفتاح المكتب إقليمي في الجزائر. هذا مكتب إقليمي شغال وفعال خلال السنة 2023، واليوم عم نجهز انطلاق لبرنامج جديد اسمه جسور. هذا برنامج رح يركز على علاقات تاريخية وعلى علاقات الحديثة بين البلدان العربية وبين روسيا. نبلش البرنامج من الجزائر عشان نعطي أهمية إضافية لعلاقة استراتيجية اللي موجودة بين البلدين والصداقة بين رئيس بوتين ورئيس تبون.